كما أسلفت في بداية النشرة، اختتمت قبل قليل أعمال المؤتمر الأول الذي نظمته لجنة حوض بحيرة تشاد بشراكة مع لجنة السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الأفريقي حول وضع استراتيجية إقليمية لاستتباب الأمن والاستقرار بمنطقة حوض بحيرة تشاد التي عانت كثيرا من عمليات التخريب والتدمير التي قامت بها جماعة بوكو حرام الإرهابية. ترأس المناسبة الختامية وزير المياه صديق عبد الكريم حجار ممثلا رئيس الوزراء. تقرير فاطمة داود الحمر. تحسين الظروف المعيشية للنازحين واللاجئين من إقليم حوض بحيرة تشاد وتعليم أطفالهم هي أهم النتائج والتوصيات التي خرج منها المؤتمر الذي عقد في 2 نوفمبر الجاري لدول لجنة إقليم حوض بحيرة تشاد، إضافة إلى توفير كافة السبل والإمكانيات لمكافحة الإرهاب الذي تشهده المنطقة. وخلال المؤتمر الختامي ألقيت عدة كلمات، أولاها كلمة الأمين التنفيذي للجنة حوض بحيرة تشاد سنوسي عمران عبد الله، شكر فيها كل القائمين والمشاركين في هذا المؤتمر، كما قدم شكره أيضا لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحكومته على حفاوة الكرم والاستقبال، مضيفا بأنه سيتم أخذ كل الآراء والتوصيات التي قدمت خلال المؤتمر على عين الاعتبار. بدوره وزير المياه صديق عبد الكريم حجار ممثلا لرئيس الوزراء كالزبي باهيمي باداكي البير أكد بأن إقليم حوض بحيرة تشاد قد عانى الكثير من العمليات الإرهابية من قبل جماعة بوكو حرام المتطرفة، مما أدى إلى نزوح الكثير من المواطنين القاطنين بتلك المنطقة، وأن الدول الأعضاء سيبذلون قصارى جهدهم في توفير الأمن وجلب الاستقرار والسلام للإقليم. كما ناشد صديق عبد الكريم حجار المنظمات الدولية والغير حكومية والإنسانية إلى دعم ومساندة أهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدول الأعضاء لاستتباب الأمن في إقليم حوض بحيرة تشاد. أما ممثلة الاتحاد الأفريقي أكدت هي الأخرى بأن الاتحاد الأفريقي سيساهم بالتأكيد على جلب الاستقرار ومكافحة الإرهاب بشكل نهائي من إقليم حوض بحيرة تشاد، بالإضافة إلى الوقوف مع الدول الأعضاء في تمويل المشاريع التنموية لصالح إقليم حوض بحيرة تشاد. دينيا، شهدت الكنيسة الإنجيلية رقم 3 في الدائرة 6 مناسبة دينية حول كتاب الإنجيل بحضور العديد من أتباع الكنيسة الإنجيلية. تقرير آدم حنفي فاضل. بعد زمن طويل يحمل الكتاب المقدس اسم الإنجيل عند الكنسيين وأتباع الكنيسة البروتستانتية، والذي يعرف بالكلمة اللاتينية بالبيبل، حيث تم تغييره باسم نانجيري، وهو اسم لقبيلة نانجيري التي تسكن في شتى مناطق إقليم تانجيلي. فهؤلاء هم أتباع الديانة المسيحية الذين نظموا هذه المناسبة الاحتفالية الروحية والتي تهدف إلى تضافر الجهود والتمسك بمبادئ الدين المسيح، وذلك بواسطة توحيد الرؤى والالتزام بما تفرضه عليهم الديانة المسيحية. فلحظات من الزمن هنا تشهد رقصات طقاسية حماسية عالية من قبل أتباع المسيح بالكنيسة الإنجيلية البروتستانتية رقم 3 بتشاد. السيد إسوي إماديجي بول وهو قس الكنيسة الإنجيلية رقم 3، حيث طلب من الحاضرين المسيحيين أن يمتثلوا النهج المسيحي، وذلك من أجل أن يجلب الله الأمن والاستقرار بأن يتقبل الله دعوات الجميع. فالحركات الطقوسية هذه تشير إلى أن الأمر عندهم جلل رباني، طالبين فيها أن يتقبل أعمال هذه الجلسة في سجل القبول والرضا. المدير العام لتحالف الجمهور المسيحي بتشاد في كلمته التي أوصى فيها جماهير المسيح، والتي قال إن نشر الكتب أو تغيير أسمائها ليس صعبا، إلا أنها تريد بذل مجهودات عالية من قبل القراء حتى يفهم معناها. الترانيم هنا حركت جميع مشاعر الحاضرين، فالكل منهم ظل معتكفا يناجي ربه، متأطئ رؤوسهم آملين أن يغفر لهم الرب. ويشار إلى أن المناسبة هذه من أجل الاحتفال الروحي تأتي بعدما سمي وترجم هذا الكتاب باسم قبيلة نانجيري، كما شهدت المناسبة تقديم شهادات تقديرية لمن بذلوا مجهودات عالية لجعل الكتاب المقدس باسم قبيلة نانجيري. حظيت البلاد بمنصب رئاسة اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المعروف اختصارا بكاف، حيث يترأس هذه اللجنة تشادي آدم جبرين. وحول هذا الإنجاز فقد حاور الزميل
آدم حسن المكاو رئيس اللجنة الطبية لكاف عبر الهاتف. نتابع هذا التقرير. السيد آدم جبريل رئيس اللجنة الطبية للاتحاد الافريقي لكرة القدم، ما هو شعورك بهذا التعيين الذي يعد نصرا للبلاد في ميدان آخر بعيدا عن الميدان السياسي والاجتماعي؟ شرف للتكلم الشعبي هذا الهدف، وانا من 13 درجة في مكتب توصيل كرة القدم، ورئيس من 2004 رئيس لجنة طبية للكاف، ونشكر رئيس لجنة الكاف، ونشكر الرؤساء الفيدراسيون الأديرة في الجنة الكبيرة، نشكر الكل. السيد آدم جبرين، بصفتك كرئيس اللجنة الطبية للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، ما هي المبادرات التي تستطيع ان تقوم بها في خدمة الفيدرالية التشادية لكرة القدم ورياضة التشادية بشكل عام من هذا المنصب؟ ما أي جنسية ولا تشادي ولا كامروني ولا كونغولي يا عشان بيسيء بلده، لكن أنا ننتمي للرئيس على فيدراسيون تشاد والأولو ننتم وصية كده وصيو كيف يعملوا وكيف يعدلوا تشادهم كما ماشين يعني كوميسيون ولا ماشين الكمبيتيسيون، بس ما 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 ما, ما نسيء إذا مبروك لتشاد ومبروك الرياضة التشادية، ونأسف لرداءة المحاور التي أجرها الزميل آدم حسن المكاوي مع رئيس اللجنة الطبية لكاف. إذا بهذا نصل إياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضائية التشادية. من أنجمنا نشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، حتى نلقاكم دمتم في أمان الله، السلام عليكم.